من بين الفلاحين من يختار بعض مشروع صغير يتناسب وإمكانياته، ثم يتطور المشروع ليصبح مؤسسة توفر مواطن شغل وتثير السوق التونسية بمنتوجات ذات جودة عالية. تربية النحل هو الاختصاص الذي اختاره عبد القادر الذي تمكن من تطوير منتجات شركته. الشركة متاعنا متخصصة في كل منتوج تربية النحل الكل، بيع وشراء وإنتاج جميع المنتجات، متحصلة على 3 ميداليات ذهبية في الجمهورية التونسية، وعمرها 3 سنين الشركة. الشركة المقر متاعها في توزر، عندنا عدة فروع، عندنا في توزر، عندنا في قفصة، وعندنا في المهدية، وإن شاء الله في ولايات أخرى في سنوات لاحقة إن شاء الله. مشاركنا في المعرض هذا معرض الدولي للفلاحة بالكرم، خصصنا فيه عدة من المنتجات خاصة بالشركة مثل العسل الطبيعي، عسل الواحة، وعسل الكلاتوس، عسل السدر الجبلي، عسل بالفواكه الجافة. في إطار تطوير قطاع الفلاحة في تونس، يمثل تحفيز المبادرات والمشاريع الفلاحية حجر الأساس لتنويع المنتوج التونسي وتحسين جودته. تخصصنا آخر في منتوجات أخرى غير العسل اللي هي غير معروفة وحبينا نعرفوا بها، في اللي هي الغذاء الملكي، حبوب اللقاح، البروبوليس اللي هو العكبر، هو كل من منتوجات النحلة يقع بعملية تداوي للإنسان، معناها يتعامل بها. شهد ماتريال، معناها معدات اخرى خاصه بتربيه النحل، كل ما يخص تربيه النحل نعملوا دي فورماسيون، معناها نعملوا نقيموا بجميع ما يخص تربيه النحل الكل، من ادويه، من كيفاش تتعامل مع النحل، كيفاش تنتج، كيفاش المراحل اللي تعدى بها النحله في 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 العام كامل، خاطر يتعدى على عده مراحل لازمك نعملوها الكل هيك، ونعلموا للناس وبرشا يفيدونا ونفيدوهم ان شاء الله.